حاجه اقولها الحمد لله على السراء والضراء، ولازم نؤمن بقضاء ربنا وقدره، ولازم نعيش الواقع، ولازم برضو نصبر على الريس حتى يعني هي كبوات وهتعدي. البلد بقت في بهدله جامده جدا، ولا في امان ولا في حاجه، ولا عارفين نشتغل ولا عارفين ناكل عيش، مش عارف في ايه، في حاجه غلط. يا اما الرئيس مرسي يشوف حل للبلد، يا اما يظبط لنا اي حاجه. انا معايا بكالوريوس تجاره ومش عارف اشتغل بيه، وشغال سواق تاكسي وراضي، وبالرغم من كده مش عارف اعيش. الناس كلها هتموت بعض، حرام. والراكب بيبقى خايف من السواق، والسواق خايف من الراكب. غير راضي بالمره طبعا، لان يعني اللي بيحصل لاول مره يحصل هذا الانقسام والتمزق، وده شيء غريب على مصر. الواحد شاعر بغربه وانه مش عايش في مصر. هي اسلم من البلدان التانية، احنا جايين من اليمن والاوضاع عندنا سيئه للغايه، يعني اسوا من مصر كثير. مصر الحمد لله بخير. يعني انا رايي اللي بيحصل في البلد مش طبيعي ومش كويس. المفروض الشباب اللي بيمشوا ورا اي احزاب يشوف الناس المحترمه ذو عقليه محترمه، زي ما وجهوهم يمشوا بمرض الله. بس دي بلدنا والمفروض نحافظ عليها، والمفروض يعني اللي يرضى ربنا نمشي بيه. هو اللي بيحصل دلوقتي ان احنا عندنا في مصر قوى سياسيه كبيره متمثله في الاخوان المسلمين، واحزاب تانية لسه بدأ تتفاعل مع الحاله السياسيه. فقوى سياسيه متمثله في الاخوان المسلمين مش عايزه تسمع او تدي المساحه لقوى سياسيه تانية المشتركه معاها فين في تحديد مسار البلد. الحال مش عاجبنا صراحه، يعني عشان خاطر ان الاحداث دي معطلنا كل حاجه، حتى احنا مسافرين ليبيا مش عارفين نمشي، كل حاجه متعطله علينا. احنا بقالنا هنا اكتر من اسبوع ما عندناش مكان، بنبيت على الرصيف عشان خاطر ان احنا نخلص ورقنا. ده بيحصل في البلد ده يعني طبعا يعني ما يسرش اي حد، يعني لان احنا الوقت اصبحنا في يعني اللي احنا فيه، يعني ما كناش عايزين نوصل ان احنا نقول يعني يا ريت كان قبل الثوره كان افضل. يعني دي وصلت، اصبح دلوقتي ناس كتير جوا حسوا الاحساس دوت، ان كان هو ده مقصود او ان كان مثلا حد بده يوصل البلد المرحله دي بغض النظر عن، لكن دي مش مشكلتنا. احنا مشكلتنا في ثوره جامت والاخوان مسكوا الحكم، المفروض ان احنا نكون في وضع افضل من الاول. والله نسال الله ان ربنا يصلح الحال يعني وكده وتستقر الامور، لكن طبعا اللي بيحصل ده ده فوضى وبلطجه، ولازم الحكومه تكون لها موقف يعني، وسياده الرئيس يكون لي موقف حازم، ان الامور كده مش هتنفع، مش استقرار يعني. لكن الفوضى ما حدش اقبلها ابدا. هو اللي بيحصل في البلد طبعا في جزء راضي عنه وفي جزء مش راضي عنه. اوضاع الخراب والحياه اللي هي طبعا حاصله في البلد وكده والتظاهر، احنا نتمنى الناس تظهر على حاجه تكون يعني لمصلحه البلد، ما حدش يتظاهر ضد مصلحه البلد، لان البلد دي طبعا لمنا كلنا، اذا كنا مسلمين ولا مسيحيين. ان المركب دي عدت هتعدي بالناس كلها، وان غرقت هتغرق برضه من الناس كلها. فاحنا نتمنى ان كل واحد يحط ربنا قدام عينيه ويعمل من اجل مصلحه البلد دي، لان مصر غاليه علينا كلنا.